المعرض هذا هو النسخة الثالثة لتاريخ نادي الوداد الرياضي، بعد النسخة الأولى اللي كانت بمناسبة 79 سنة، والنسخة الثانية بمناسبة 80 سنة لتأسيس نادي الوداد. هذه السنة هذه النسخة خاصة لأنها كتزامن مع البطولة رقم 20 والنجمة الثانية. إذا وداد أكسيون بمساعدة العديد من الفعاليات الودادية من قدماء وقدماء لاعبين مسيرين أبناء مؤسسين ولاعبين قدماء تمكننا أننا نجسدوا تاريخ أو مسار 20 لقب منذ سنة 1948 اللي هو أول لقب لنادي الوداد إلى غاية 2019 اللي هو لقب العشرين في تاريخ هذا الفريق. عليك جدي في شكلي طاير بالوقت قلي عليك انتي وكل أسد رجل شرعك مجدو تاريخ جميل يعني فكرة جميلة باش هذا المعرض هذا يتعمل هنا في ستاد فيليب، يعني ستاد فيليب اللي دازوا به هذه العمالقة كرة القدم في نادي الوداد الرياضي، ومن بينهم اللاعب السابق ولد مو اللي عاش هذيك الأيام، يعني اللي كان اللي توشته اليوم هذا توا خلاني، يعني واخا ما كنتش حاضر ما كنتش كاع في الدنيا هذيك، خلاك ترجع للوراء وتفكر كيفاش كانت الكره ديك الوقت، كيفاش هذوك يعني لاعبي الوداد لايامات الاستعمار ولا ما بعد الاستعمار، يعني جميع ديك المتاعب اللي كانوا كيتحملوها خصوصا ايامات الاستعمار باش يدافعوا على نادي الوداد، خصوصا باش يدافعوا على رايه الوداد، باش يدافعوا على الوطن اللي هو المغرب وتحدوا المستعمرين. وما كذبش لك هذه فرحه كبيره سو تخوفي اون فامي هنا بين الدراري لي زونسيان والناس اللي تكلفوا بهذا المتحف، تخوف سي سوبر سي تري بيان. هذه زعما هذه الذاكره ترجعوا شويه اللور، والحمد لله شفت الناس اللي كانوا تما لعبوا في الوداد وحضرنا للتتويج ديالهم، سان في فريمون بليزير، وهذا تيبقى من الجيل وحوم je suis très très heureux aujourd'hui de se retrouver un petit peu pour la période ديال الثمانينات اللي لقيت الاصدقاء ديالنا وكانوا اصحاب ديالنا، وسيرتو تتلعب واحد الفريق كبير بزاف، والحمد لله تحتنا الفرصه ولعبنا مع الفريق هذا. هذه بادره طيبه لان تتكرس التاريخ العظيم ديال فريق البيض الباوي، ومفخره لجميع الوداديين لا للمحبين ولا اللي دازوا فريق البيض الباوي، بحيث انها تتمثل التاريخ ديال فريق البيض الباوي بكل المكونات ديالو، لا مسؤولين ولا لاعبين ولا مدربين، وتنظن انها من الحوايج اللي مهمه لاي فريق، وتنظن ان الفريق البيضاء هو الفريق الاول والوحيد اللي قام بهذه المبادره هذه وتتحسب ليه. فاول حاجه يحصل لي الشرف، وشرف كبير ان نكون يعني من الناس اللي في هذا المعرض هذا، يعني انا لست ابن الوداد، لكن هذا اعتراف بالجميل، اعتراف بديك ثلاث سنوات اللي دوز مصطفى مع فريق الوداد وانه توج باللقب، ولقب اللي كان غالي وكان الطعم ديالو هو تقريبا في المقابله الاخيره، يعني باش نكون انا من ضمن هاد العمالقه وهاد الاساطير، فكنشكر يعني وداد اكسيون اللي صراحه جات هاد البادره منهم وداروني من ضمن الناس اللي عطاو الفريق الوداد. كذلك كنشكر الجماهير الوداديه اللي دائما لما كنجي للدار البيضاء فكتعترف، ودائما كتعترف بالانجاز اللي حققناه هذيك الساعه، لانه حنا كمجموعه هذيك الساعه ماشي غير بيض وضان، فبيض وضان ربما انه حرص الهدف ديال اللقب، لكن بمسانده اللاعبين اللي كانوا جاوروني انذاك، منهم لويسي، منهم البرازي، منهم يعني الى غادي نجي نذكر فواحد غادي نستك على الاخر. الحمد لله ما كودادي ما يمكن الا لي يكون معتز وفخور جدا بهذه الصور. مي هنا فاش جيت او موان عرفت فريمون لي فونداتور ديال الوداد، جي فو لي توني اللي كانوا كيلبسوا من نهار بداو لدابا، هذا الشيء كيمثل التاريخ ديال الوداد، الحضاره ديال الوداد، سورتو كو تشرفنا بانه داروا هذا الحدث. كنشكروا كما قلنا جمعيه فيزا اكسيون اللي كتحاول كتعطينا واحد لمحه على تاريخ الوداد البيضاوي. عاش الوداد الرياضي 20 بطولة.
ديما وداد مبروك البطولة 20.